السلام عليكم. بولونيا عرابي في الإمارات، شهر فبراير 23، بعد سنة تربية الجدر. اتجابت ملش 9/3 واتزرعت 9/3/2022، والنهاردة آخر فبراير 2023. حجم وتخانة، قطر 15 سنتي، الطول طبعا كان واصل اكتر من 3.5 متر، كان واصل 4 متر. احنا قصينا عند 2.25 عشان دي صور ورقها بالكامل موجود. بولونيا عرابي في الامارات بتنمو على الاقل 10 اشهر، مش هقول طول السنة زي ما حصل هنا، على الاقل عليه، لان عندهم 10 اشهر حر، وبولونيا عرابي خاصة بالحر. 10 اشهر نمو، 10 اشهر حر. قالك في يناير جه زوابع شديدة، هو اصلا طول السنة عندهم هنا زوابع وهواء شديد. قالك يناير جه في زوابع شديدة وهواء شديد وبرد شديد. شهر يناير البرد الشديد عندهم هنا يعني 20 مثلا 15. شوفوا قطر الشجرة عامل ازاي، حجمها وورقها وازهارها، المفروض تفتح كمان 15 يوم على اول 3. حصل انبات ونمو طول السنة. بولونيا عرابي حر موت فوق الشجرة، وتحت الشجرة خرطومين مية، 6 نقطات، اعمل لها رطوبة. طب هي فرق ليه عن اللي جنبها او اللي جنبها او اللي قبلها؟ وفي شوية كتير بالحجم ده، في شوية كتير بحجم اقل شوية، وفي شوية كتير بحجم اكبر شوية، طبقا لتحت المية مشيت تحت قد ايه، الرطوبة تمت تحت قد ايه. طبعا طبقا لحاجات كتير، ده اشجار خشبية وطبيعي اختلاف، ولازم يبقى في اختلاف، واحنا مهمتنا نقرب الاختلاف ده ببعضه. لكن خرطومين مية، 6 نقطات، نعمل مساحة تحتيها ظل، تحتيها نعمل مساحة تحتيها رطوبة، وفوقيها ولع نار 50 درجة، 55 درجة، 45 درجة، زي ما انت عايز. زي هنا يقولك هنا الصيف كله 50 درجة، عشان كده فضلت شغالة وفضلت تنمو